أوجه للشعب التونسي خالص التهنئة على هذا اليوم العظيم الذي استقلت فيه تونس العزيزة الشقيقة عام 56. الشعب التونسي دائما يدفع إلى الإصلاح، يدفع إلى الأمام، ويحاول أن يساعد بقية الدول العربية. ما حدث منذ 3 سنوات كان منارة وإشعاع ولجميع الدول العربية أنه أنا الوقت لترفض ما يمكن أن يطلق عليه الحكم الأوتوقراطي وتسعى لتحقيق الديمقراطية والحرية والكرامة.